لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل جرس التنبيهات. مساء الخير وأهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج لكي. اليوم ببداية فقراتنا رح يكون عندنا مقابلة مع مدربة الرياضة واللياقة البدنية ومؤسسة نادي اللياقة البدنية إنهيل، وبالفقرة الثانية رح نتعرف ضمن فقرة السفر على كيف بنقدر نقسط سفراتنا مع ضحى عوامل طبعا، وبالفقرة الثالثة رح تاخذنا زينة الجندي لعالم التجميل مرة ثانية لتعمل لنا تيوتوريال عن ميك اب لوك جديدة. مساء الخير يا مساء الورد، كيف حالك؟ شو انت اللوك الحلو اليوم؟ شو هذا؟ يسعد مساكي لورينا، كمان بدي امسي على المشاهدين، يسعد مساكم. فقرات عديده ومتنوعه بانتظاركم اليوم، وبدايتها اليوم رح ندخل على موضوع الرياضه واللياقه البدنيه مع مدربه اللياقه البدنيه جود بيطار. يسعد مساكي جود، اهلا، كيف حالك؟ الحمد لله. جود، اذا بدنا نبلش معك الحديث، ليش بالبدايه اخترتي مجال الرياضه واللياقه البدنيه؟ في معنا عم نشوف كثير ناس هلا متخصصين بهذا المجال. اكيد الرياضه لعبت دور بحياتي من انا وصغيره، من أنا عمري 3 سنين بلعب جمباز، كنت بمنتخب الأردنية، كملت كرة سلة. حتى قبل ما أروح على الجامعة أمي كانت بتقول لي جود أدخلي إشي خاصة بالرياضة، فقلت لا، قلت حرد على أبوي لأنه أبوي كنت متوقع بالرياضيات، فقال لي أبوي أدخلي مالية وخلص ما عليك يعني. دخلت مالية بس رجعت اشتغلت بالبلد بشركة زين، وبال 2010 تشخصت بالسرطان، وكانت هذيك الفترة مرحلة كتير صعبة بحياتي، بس الرياضة ساعدتني فيها بشكل غير معقول. كنت أخلص كيموثيرابي، كنت أروح أخذ كيموثيرابي على 11 الساعة 3، أخلص كيموثيرابي 3 ونص على الساعة 6 بعد الظهر، أحكي لأمي ماما أنا راح ألعب رياضة. تنجن امي تقول لي كيف بدك تروحي تلعبي رياضه انه هلا مخلصه كيموثيرابي؟ والناس عاده ما بتفهمها انه السرطان زي كانه باخذ منك شيء، باخذ منك صحتك. لما كنت العب رياضه كنت احس زي كاني ام جينينج ات باك، زي كاني عم بستردها، عم بسترد صحتي، زي كاني عم بحكي للسرطان لا انت ما حتتغلب علي. فبعديها قررت اني بدي اترك مجال الماليه وافتح، بدي اروح ادرس رياضه، ورحت على معاهد مختلفه برا البلد واخذت شهادات. رجعت دربت باكثر من مركز لياقه بالبلد وبالبيوت، وبتعرفوا اكشن ما عمريش حكيت هاي القصه، بس بتعرفي كيف فتحت انا اول جيم الي ب 2013؟ كنت عم بسوق بالسياره، وكنت دائما كنت اروح على بيوت الناس بعطي حصص، كنت احمل طبات واثقال عندي بالسياره. فقلبت في السياره، فبتلاقي كفي سويس بول مرميه على الارض، وبتلاقي في اثقال انه منظرها كان مبعثرين. اكزاكتلي. فاجا ابوي بحكي لي يا اما بترجعي على الماليه يا اما بنفتح لك الجيم. وب 2013 فتحت الجيم صغير 80 متر مربع، كنت 35 عندي، بحب اسميهم انا انهيلرز، 35 مرأة. وبال 2016 كبرنا ل 240 مرأة، وكان الطلب زيادة فقررت اكبر الجيم، وفتحنا ب 2016 انهيل اللي هو انا هلا فيه، والحمد لله ب 2019 هينا بنفس الجيم، ويعني عندنا تقريبا 350 400 مرأة بال حلو كتير. حلو. يعني ابني حلو كيف حكيتينا عن فكرة المشروع. أنا كنت مع جود بال 2013 بالفقرة الأولى 100% بالفقرة الصغيرة، بعدين لياطي بتعرفي شو عملت فيه لحالك، أنت أدرى بلياطي. أنا أدرى. أنت أدرى بلياطي. طب احكي لنا أكثر جود، أنت يعني كبرتي ووسعتي، معاكي مدربين تانيين غيرك؟ عندنا مدربين. أنا حابة أحكي لكم قبل ما أحكي لكم شوي عن المدربين، حابة أقول لكم عن المنهاج اللي إحنا بنعمله. المنهاج التدريبي تبعنا اللي أنا بحب أسميه إنهيل ميثود، هو منهاج متخصص بجسم المرأة. نحن المدربين كل سنة بنروح على معاهد برا البلد، بنكتسب فيها مهارات جديدة، بنتعلم أحدث المهارات، وبنرجع وبنطبقها بمنهاجنا. وكل حصة عنا يا هي حصة مختلفة عن حصة الثانية، فبقيم شعور تعرفي الملل اللي لما تروحي فيه بالجمات عادة بتلاقيه. صح. وصراحة من أحلى الأشياء اللي أنا بحكي فيه بمنهاجنا هو إنه قد ما بنركز على جسم المرأة بس بنركز على نفسيتها كتير، فهذا الاشي كتير بفتخر فيه بالمنهاج اللي احنا بنعمله، اللي عملنا شبه عيلة كوميونيتي اللي بموجود عندنا بإنهيل هلا. حلو كتير جود اللي عم تحكي. انت بتحكي لنا هلا عن المدربين؟
احكي لكم عن المدربين. هلا نحن عندنا هلا نحن مدربين عندنا ثلاث فئات. عندنا مدربين مختصين بالمبتدئين، وعندنا مدربه مختصه مع المتوسطين، ومدربه مختصه بالمتقدمين. يعني ثلاثه غيرك؟ عندنا ثلاثه غيري. فلا نحن ثلاثه كلنا مع بعض. والحلو انه يعني ليه حبيت اقسمهم، لانه في ناس ما عمرهمش لعبوا رياضه وحابين يفهموا ايش هي رياضه، بيخافوا لما يجوا يشوفوا عاده انه ايش هذا. لا، في انه في عندك ناس ما عمرهمش لعبوا رياضه ومنبلشهم بهذا المجال، والناس اللي بيحبوا يطوروا حالهم اكثر وحابين تو تشالنج ذمسيلفز اكثر من يجي ومنطور لياقتهم معنا. طب جود، يعني احنا بنعرف قديش الرياضه واللياقه مهمه كثير للانسان بشكل عام وللسيدات. يعني حلو زي ما ذكرتي قبل شوي بتغير نفسيه الست، قديش مهمه اللياقه اليوم للست الحامل؟ يا الهي، مش عم بوجه انا بدي اطلع عليها لورينا. بس اسمعي صراحه، حتى الدكتور او الدكتوره المختصه، وعم بدي شوي لورينا بتعرف انه حتى الدكاتره النسائيه بتشجعك انك تروحي تلعبي رياضه. الرياضه بتساعد اذا عندك اي الام عضلات. عاده العضلات اللي بتوجعوا النساء الحوامل هي عضل البطه، الظهر، الكتاف. بتساعد بتنشيط الدوره الدمويه. وبتعرفوا كيف لما تاكلوا شوكولاته كيف بتنبسطي بعد الشوكولاته؟ هذا الشعور، الهرمون اللي بتصير بنفرز. في هرمون اسمه اندورفين، اللي هي بعد ما تخلصي تلعبي رياضه بيطلع عندك هذا الهرمون اللي بتحسي حالك سعيده. صح. وهذا الهرمون بعدين مش بس منيح للمراه، منيح للبيبي. والدراسات هلا بتحكي انه المراه الحامل اللي بتتدرب رياضه ابنها بيطلع هني اكثر، اقل قلق، اللي اقل ببكي، اقل منزعج. وهي الدراسات هلا لو بتقروها هلا، فذات مشان هيك عم بشجعوا الدكاتره انه العب رياضه هلا. بس سوري، بس احب احكي هذا الشيء لانه كثير بيجيني اسئله عليه، انه تجيني مرأة ما عمرهاش لعبت رياضه بتقول لي انا هلا بدي العب وانا حامل بدي العب رياضه. فبقولها الصراحه، اذا ما عمرك لعبت رياضه لا ما تدخلي حالك هلا تدخلي الرياضه بروتينك. انه لا، بلشي امشي نص ساعه 40 دقيقه باليوم، حركي حالك، حركي الدوره الدمويه بتاعتك. بس اي انسان كان بيلعب رياضه 3 4 اشهر 5 اشهر قبل الولاده بيقدر يكمل اللي بيكمله بس يسمع لجسمه. حتى لو كان يلعب متقطع جود، يعني مثلا في ناس بتعرفي، يعني انا منهم، بالسنه مثلا بشترك بالجيم بلعب منهم 3 4 ايام، او مثلا بالشهر كذا يوم بعدين بقطع وبرجع وبقطع. هل سيف اني اقدر ارجع اعمل رياضه وانا حامل بهاي الحاله؟ تقدري ترجعي تلعبي رياضه 100%، بس اسمعي لجسمك لما يعني تتعبي وقفي. يعني لما تحسي انه دقات قلبك عم تزيد كثير بسرعه لا، وقفي ريحي وارجعي كملي. حتى بالمراحل الاولى اول 3 شهور قبل ما يكمل. حتى باي ذا واي، انه انا عاده بحكيها يعني انه اذا الحمل ثابت من اول ثابت. الحمل قوي من اول حمل قوي. الرياضه الرياضه ما بتعمل شيء بتنزيل. يعني الرياضه ما بتاثر بهذا الموضوع. حلو. هو هذا الموضوع تحديدا بضمن. بتحسي دائما عند السيدات عطش الحوامل فيه، بيكونوا خايفين دائما، بس تحمل الست بتخاف تعمل الرياضه، خلص بخوفوها، خصوصا اللي حواليها بخوفوها. اهم شيء تعرف إن اهم شيء انه الدكتور يقول لك انه تقدري تلعب رياضه، لانه في ناس بيكون حملهم واطي بيقولوا لهم لا تجنب الرياضه. الحوامل بتوينز بيقولوا لهم لا تجنب الرياضه. ففي في حالات خاصه، في حالات صراحه 100%، بس كإنسان طبيعي وهلثي وما شاء الله عليه يعني لا طبيعية بتقدر تلعب رياضة. طب عندي سؤال كتير كتير مهم برضو، في دكاترة على فكرة بيحكوا لنا أنه مستحيل الجواب، وحابة أعرف منك أنت من خبرتك لأنك أنت رياضية ولأنك أنت هلا رح نحكي كمان شوي أم لطفلتين، بيحكوا أنه بس تخلص المرة وتولد وترجع تعمل رياضة إذا بترجع جسمها زي الأول. في دكاترة بيحكوا أنه مستحيل يرجع جسم مثل الأول، وفي دكاتره بيحكوا لا 100% بزبط اذا بتشتغلي على حالك ممكن، وخصوصا منطقه البطن رزان، وخصوصا اللي بيولد قيصري. احكي لنا عن رايك في هذا الموضوع. هلا انا مولده مرتين قيصري، قيصريه ولا قيصري بنحكي قيصري؟ قيصريه. واقول لك يا صراحه، كوزن انا وزني بعد الولاده اقل من وزني قبل الولاده. قبل ما احمل، قبل الحمل، قبل الحمل كله كومبليتلي. حتى جسمي اقوى لاني عارفه بالضبط ايش بدي اقوي واي عضلات اقويها لارجع جسمي قوي لبعد الولاده، يعني بعد الحمل. وهذا هو بيجي منهاجنا اللي مخصص لجسم المراه، لانه نحن نعم انه بنحمل وفي بصير الثقل بضعف بالعضلات البطن من الاسفل، بيصير عنده ضعف بمراقب سيرتن ماسلز. ف
فمن أهم الأشياء إنه نقويهم قبل ما أرجع الرياضة وأحكي أنا بدي أرجع أحمل أثقال. هي مش قصة تحمل أثقال، تشغلي العضلات المهمة للمرأة، يعني كأنك عم وبرجع تهيئيها أول، تهيئي العضلات ترجعي تعمليها، أفيئهم أفيئهم وأقويهم 100%، نشطيهم ونشطهم. وعلى هالسؤال عندي بنات يعني رجعوا رجع جسمهم مش بس أحلى وأقوى من قبل ما يحل. حتى منطقة البطن، حتى منطقة البطن ترجع فلات، حتى منطقة البطن معناته مش مستحيل، مش مستحيل خلاص يعني هذا الحكي بيطمن 100%. عطتنا أمل جود، جود عطتينا أمل، الله يطمنك يعني يا جود يا رب. صراحة الأكل بيلعب دور هلا، خلينا نحكي هلا أكيد هلا كل شيء بده يعني بده تشتغل عليه كمان، مش بخلص بدي أنحف وأقعد بالبيت بدي أنحف، بده شغل الموضوع، بده إرادة كمان، هذا أهم شيء. طب جود أنت زي ما ذكرنا بشوي أنت أم لطفلين، وإحنا كل هذا السؤال كتير بنسأله للأمهات اللي بتكون عندها مشروع، كيف بتلحقي بين البيت وبين المشروع او نادي اللياقه البدنيه اللي عندك، كيف تلحقي بين هاي كل الامور؟ صراحه هذا بحكي سؤال المليون. لازم نسال لك هلا، مش ملاحقه قولولي اسمعي. انا زوجه وانا ام وانا امراه عامله، بس اكثر شيء بحكي اللي هو اثر بحياتي اني اللي هي اداره الوقت، اللي هي تايم مانجمنت. بفيق الصبح انا وبروح وبقعد مع بناتي، بروح على الجيم وبروح على الشغل، برجع بطبخ لزوجي وبرجع بروح على الشغل وبنيم بناتي. بس ايش اللي اكتشفته هو مش كميه الوقت اللي بقعد فيها مع عيلتي ومع الناس اللي بحبهم، هي نوعيه وجوده الوقت اللي بقعد معهم. صح. فالصراحه هي كلها باداره الوقت تاعتك وتلاقي نوعيه وجوده الوقت. والصراحه كمان بحب احكي شيء انه تتوكلي على الله يعني وتستعيني على الله، هذا مش أول أمهات وآخر يعني يعني وبعدين كل أنا بقعد مع كتير نساء وأمهات اللي دائماً نحنا بنحس حالنا مقصرين، بتحسي حالك جعبالك تحطي أكتر إنه كان لازم أحط وقت زيادة هون. بس don't be hard على حق، يعني أعطي حالك فرصة إنه لا يعني مش كل شيء. بتعرفي جود هذيك مرة قريت أرتيكل كان محطوط على إحدى يعني المواقع، خلينا نحكي بحكي انه احنا الامهات بس نعصب على اولادنا او بس نحس حالنا مقصرين بحقهم، وكثير مرات يؤدي هذا الموضوع لبكاء انه تحسي بالذنب ليش صرخت مثلا على ابنك او كذا. هذا كله يدل على انك انت ام ناجحه وام منيحه. صح، فطمنوا صح طمنوا ما عم تعملوا شيء غلط. بدي اسالك سؤال جود، هل بتحسي انه الرياضه بحياتك بتاثر على تعاملك مع بناتك؟ يعني بتحسي بتروقك معاهم اكثر، بتحسي انه بتكوني فوكست اكثر معهم، مركزه اكثر، معطيتهم وقتك اكثر، ولا ما له علاقه؟ هلا يعني لانه الرياضه كمان شغلي، فبحب انه افرجيهم انه لانه بالاخر هي شغل، يعني انا شغلي رياضه، شغلك شيء ثاني. فبحب افرجيهم انه بيومنا في شيء انه مقسم يومنا مش كله بس قاعد، انه بحب افرجيهم انه انا شغلي هي نعم الرياضه، وفي هذا النظام اللي انا انه منظمة وقتي. اهم شيء. وبحب انا الحلو لانه انت لما تلعبي رياضه زي ما قلت لك الاندورفينز اللي بتصير عندك، هذا الشعور السعاده. صراحه بحب بتصيري انت حاسه حالك مرتاحه مبسوطه. وبتعرفي شيء كمان احنا دائما بننساه انه انه لما تعمل شيء لإلك بيومك كامل قد ايه بتعطي وبتعملي للناس، قد ايه بتعطي شيء لإلك وبتعمليه لإلك. فتخيلي انه انت بهاي الساعه او حتى 30 او 45 دقيقه اللي هي بتقعدي بتعطيها لحالك، بتقدري تعطي اكثر لاولادك، بتقدري تعطي اكثر لزوجك لعيلتك. صح. فمن هون بيجي هذا شعور السعاده وشعور مثل ما حكيتي الكواليتي versus quantity، يعني نوع الوقت على كمية الوقت. صحيح صحيح. جودي احنا بنتمنى لك اكيد التوفيق، ونتمنى كل السيدات اللي عم يشوفونا اليوم دائما يمارسوا الرياضه واللياقه يعني حتى يغيروا من نفسيتهم باليوم. يعطيك الف عافيه، انبسطنا فيك. شكرا لكم.